بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجتماع المشركين حول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله، ونوم سيدنا علي رضي الله عنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت العتمة من الليل اجتمع المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلم يرونه، فجعل يذري ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب. ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثناه. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة، وقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتنا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: خرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.